ترفع صوتك وأفصح الحروف. ركعتان قبل الظهر، هذا هو غير المؤكد. ما شاء الله قراءة طيبة. يستحب زيادة ركعتين قبل الظهر غير المؤكدات، وكذلك ركعتان بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، هذه من غير المؤكدة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل المغرب قبل العصر أربعا. ويسن أيضا من غير المؤكدات ركعتان قبل المغرب. ركعتان قبل المغرب في خلاف عندنا الأصحاب، فالإمام الرافعي صحح في المحرر عدم استحبابها، ولكن هذا قول مرجوح. لهذا النووي صحح استحبابه، لأنه جاء في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا المغرب، صلوا قبل المغرب ركعتين. كررها النبي ثلاثا، في الثالثة قال لمن شاء، في الثالثة قال لمن شاء. هذا دليل على استحباب ركعتين قبل المغرب. الآن كثير يهملونها، ما يصلونها قبل المغرب، كثير يهملون هذه السنة، مع أنها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في صحيح البخاري، أمر بها في البخاري. نعم، وردت في صحيح البخاري يا كم قال. أربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب. أيوة كمل. وقبل العشاء كذلك يسن، هذه من غير المؤكدات. سمت غير المؤكدات لأن النبي ربما تركها في بعض الأحيان، فلم يواظب عليهن مثل مواظبته على المؤكدات، فهذا السمع عندهم غير المؤكدات. ما نكمل. أيوة المؤكد لم يترك ولا مرة كذلك.